عارف يا حليمه، انا حاسه ان احنا لسه في شهر العسل، انا وانت والميه، ومفيش اي حاجه تانيه حوالينا. بصراحه البنت امينه اختك دي طلعت بتف لف صحيح، عملت فينا معروف انها جابتنا هنا. اسكت يا حليمه، ده انا زوخت منهم بالعافيه. احلى حاجه هنا الهدوء، حاجه تهدي الاعصاب بصحيح، وتخلي الواحد باله رايق للحب يا بنت. ودي صوتك لو رحت في 60,000 داهية لو اخواتي سمعوك. ما تقلقيش، سيبك فيك، تعال احكي لك ايه اللي حصل. سمعتي اللي انا سمعته؟ فهمتي اللي انا فهمته؟ ليه؟ غبية، يبقى فهمك شكلي كده يا قطة. المحارب الهمام اللي اختك كانت بتكلمه احمد خالد، اللي كانت بتقوله لا اله الا الله محمد رسول الله. يا سبحان الله. عشان تعرفي بس ان اختك لما تقول انها هتعرف يعني هتعرف. طب واحنا اخر من يعلم؟ احنا لازم نمسك البنت دي النهارده ونقرروها. نقرروها يا اختي واحنا صغيرين. ماشي يا امينه. اما في حته الحفله، انا قلت لكم الاول احمد خالد ده جامد جدا. امال ايه يا جماعه، انا ليا نظره فنيه. يا سلام يا سلام، وانا بتدافع عنه كده ليه؟ يكون شقريبك ولا دافع لك؟ لا خالص، هو بس اكتشاف. ليه ان شاء الله؟ انت اللي خليته يغني ولا ايه؟ انا اول واحد سمعت الشريط بتاعه وقلت لكم عليه. اذا كان كلنا سمعناه في حفله الجامعه يا فشار. ما هو انا اول واحد عرفت ميعاد الحفله واصريت ان اخدكم معايا. خلاص يا جماعه، احنا بعد كده نسمي لؤي مكتشف المواهب. طب اقول لك ايه، ما تشوف كده حد فينا يكون عنده موهبه تكتشفها. بص كده، الله، الناس اتجننت على الاخر، الناس اتجننت اخر حاجه. كنت اكتشفتي نفسي انا الاول بلا خيبه، كانت نيره في حظنا الهباب. سين، علاقتك بالمطرب احمد خالد؟ جيم، مفيش علاقه. بت، الانكار مش هيفيدك. وبعدين في شهود عيان شافوكوا اكتر من مره قاعدين مع بعض، وشافوكوا كمان وانتوا بتتبادلوا النظرات والمنشورات. يا سياده القاضي، ولا يا سياده القاضي، مفيش علاقه بيني وبين احمد. كل الحكايه ان هو اخ واحده صاحبتي. برضه مصره على الانكار. شاوش كريمه، هات اللمبه وشوفي شغلك. يا بنت اللذينة انت وهي، انا غلطانة اني اخدتكوا عليا، والله ما قايلة حاجة. لا بنت هتقولي، امسكي يا كريمة. عيب يا امينة بقى، عيب يا امينة، ده احنا اخواتك حبايبك يا بنت، ونحب لك الخير. احكي احكي، قولي بكل الحب، ايه حكاية قصة الحب اللي بينك وبين المطرب العاطفي احمد خالد؟ بكل الحب، بكل الرومانسية، مفيش علاقة بيني وبين احمد خالد. اخسي عليكي يا امينة، يعني مش هتقولي لنا ان احنا اخواتك وبنقولك على كل حاجة؟ بتقولي لي على كل حاجة وما بتخبوش عليا حاجة؟ طب يلا بقى، يلا بنت امينه، قولي بنت الحقيقه بس. فيكم من يكتم السر في بيت وين تحفه. شغله صحيح، جميله صحيح. طب ايه، مش كفايه لحد كده علشان الاوتيل اهو خلاص ممكن نتقفش او حد يشوفنا، يعني تبقى كارثه. شوفنا فين هنا؟ مين هيشوفنا هنا يا سيدي؟ احتياطي. ماشي طيب، هشوفك ازاي؟ يعني هحاول بكره زواج وهعدي عليك. سلام يا عسل. سلام. ابتسام، الواد ده بيعمل ايه هنا؟ واد مين؟ لا لا لا، ما تستعبطيش، انا سمعت كل حاجه، ردي على طول. سمعتي ايه؟ وانت واقفه بتتجسسي عليا ولا ايه؟ مراقباني؟ ايه اللي بينك وبين الواد ده انطقي؟ مفيش حاجه بيني وبيني. ما تطلعينيش بره شعوري، ايه اللي بينك وبين حليم انطقي؟ حليمه يبقى جوزي. ومتجوزاه ازاي بقى؟ ضاربين ورقتين عرفي ولا ايه؟ عرفي ايه يا امين؟ عرفي ايه بس؟ لا طبعا، متجوزين رسمي على سنه الله ورسوله. يا فرحتي بيكي يا اختي، يا فرحه قلبي بيكي، عايزه زغرط لك بصراحه. ما لقيتيش الا الواد المعفن ده اللي تتجوزيه؟ انت مش عارفه ده بيشتغل ايه؟ دور ايه يا امينه؟ ما احنا الاثنين عارفين كويس قوي هو بيشتغل ايه.
ولا انت تعرفي حاجه زياده انا ما اعرفهاش؟ ايوه بس الواد ده مش من مقامك خالص، بقى ابتسام المتعلمه اللي معاها بكالوريوس تجاره، تبص لحته واد صبي فرن. وانا مين كان حارده بيا امين؟ كل واحد كان هيتقدم لي كان هيقول نفس الكلام، وانا رايحه اتجوز ولا رايحه اجيب واحده عشان اصرف على مرضها؟ عارفه وانا في الجامعه كان في ولد معجب بيا، وانا ما اكذبش عليكي كنت ابتديت اعجب بيه. اول ما عرف ان انا مريضه سكر بعد عني وسابني. بعد فتره عرفت من صحابه انه راح يقول لهم وانا هتجوزها بقى وتخلفي عيال وارثين نفس المرض منها، وبدل ما اتجوز افتح مستشفى. اوعي تقولي كده تاني عشان خاطري، انت زي القمر والف من يتمناكي. صدقيني يا امينه انا عمري ما اعترضت على قضاء ربنا، بالعكس انا كل مره بقول الحمد لله كل لحظه، بس انا برضو ما عملتش حاجه غلط. انا يوم ما حبيت اتجوزت شرعي على سنه الاول رسول. انت عارفه لو ماما عرفت هتروح فيها، وبابا بابا ممكن يمسك حليم وده يقتله. اوعي يا امينه، اوعي تكون ناوي تقول لهم حاجه. اخص عليك يا ابتسام، انا عمري طبعا ما هقول لحد حاجه، بس انت متجوزه على سنه الله ورسوله، يعني الموضوع مصيره هيتكشف يعني هيتكشف. لا يا ابتسام انت اتسرعتي، كان لازم على الاقل تاخدي رايي. كنتش عايزه حد يفوقني، كنتش عايزه حد يقول لي لا، بس انت ما جربتيش تحسي الاحساس اللي جوايا. ربنا يديم عليكي الصحه يا امينه، بس انت ما جربتيش تحسي انك مختلفة عن كل الناس، ما جربتيش تبصي في عينين أقرب الناس ليكي، تحسي في عينيهم الشفقة. تخيلي تبقي طفلة لسه في الابتدائية، صحابك كلهم بيلعبوا قدامك، وانتي الوحيدة اللي قاعدة لوحدك على كرسي، معاكي شهادة من دكتور بتمنعك من اللعب، بتوجع مش كده؟ يا حبيبتي يا حبيبتي كل ده جواكي واحنا ولا حاسين بيكي. اخص عليكي يا ابتسام، كان لازم تفضفضي وتقولي كل اللي جواكي من زمان. ده انا اختك يا عبيطه، اختك واحنا ملناش غير بعض. يلا نروح الأوضة. أيوة يا سي حليم، تعال لي حالا عند حمام السباحة. ولا ما تستعبطش، أنا عرفت كل حاجة من ابتسام. اخلص عشان عايزاك ضروري وحالا. خير يا ست أمينة؟ طبعا كلمت ابتسام وقلت لها إنك جاي تقابلني. عيب، ده احنا رجالة لا مؤاخذة. والرجاله يضحكوا على بنات الناس ويروحوا يتجوزوهم من ورا اهلهم؟ لا انا ما اضحكش على حد، ده جوازه على سنه الله ورسوله. عارفه يا اخويا انه على سنه الله ورسوله، بس انت عارف كويس قوي هي مين وانت مين. ثم هي تعرف حاجه عن الشغل التاني؟ ايه الشغل التاني ده لا مؤاخذه؟ ولا انت هتستعبط ولا ايه؟ انت مش بتشتغل ديلر؟ انا؟ حد الله ما بيني وبين شغلانه دي كده برضه، يعني انت عشان قصدتني في خدمه انت وزمالك وانا قضيتها تقومي تلبسيني تهمه؟ والمخدرات اللي انت كنت بتجيبها لي كنت بتجيبها منين؟ ودي شغلانه يا ست امينه؟ هو في اكتر من المخدرات في البلد؟ يا اخويا كل ما كنت اقول لك عايزه بانجو ولا حشيش تقول لي شحح من السوق، لحد ما خليتني امشي وراك واد من الهباب اللي انت عودتني عليه. يا مؤاخذه ست امينه، وانت في دي بقى فهمتيني غلط، اصل المخدرات دي زي الفاكهه مواسم، يعني كل موسم له اصنافه، تقدر انت تجيبي بطيخ في الشتاء مثلا؟ ما ينفعش. وبعدين انت لما دوست في مشوار البودره ده مش انا حذرتك؟ انت اللي غوطت فيه بالجامد. كان يوم اسود يوم ما مشيت وراك وادمنت الهباب اللي انت عودتني عليه. المهم نرجع لموضوعنا. بص يا حليم بمنتهى الهدوء كده، انت لازم تطلق ابتسام. ايه؟ اطلقها؟ ابتسام دي كل حياتي، انا ما اقدرش اعيش من غيرها، ده انا اموت لو سبتها. واد يا حليم انت بتحبها بجد ولا ايه؟ احبها دي كلمه قليله قوي قصاد احساساتي بيها. لا مؤاخذة لو بتحبها يبقى لازم تخاف على مصلحتها. ده انا افديها برقبتي. طيب يا حليم يبقى لازم تطلقها. اهو كله ماشي الا دي.
انت عارف بابا او ماما لو عرفوا الهباب اللي انت هببته ده ممكن يعملوا فيك ايه؟ قليل لما دبحوك وعلقوك على باب الحتة. ايه؟ دبحوني وعلقوني على باب ليه؟ هو انا خروف؟ ده انا بني ادم يا ناس. بص يا حليمو، عشان انا اتكلمت معاك كتير وشكل الكلام كده مش جايب معاك نتيجة، فكر في اللي انا قلته كويس ووزنه في دماغك ولينا كلام تاني لما نرجع مصر. ماشي؟ سلام.